أنظمة الغذاء العالمية معطلة فيما العالم يتسم بالوفرة، معادلة متضاربة لواقع تقول الأمم المتحدة إنه من المشين أن يستمر فيه الناس بالمعاناة والموت جوعاً، ونتيجة ذلك يدفع مليارات الأشخاص حول العالم الثمن، حيث يعاني أكثر من 780 مليون شخص من الجوع، فيما لا يستطيع نحو 3 مليارات تحمل تكاليف وجبات صحية. إضافة إلى ذلك، يفقد أو يهدر نحو ثلث الأغذية المنتجة على مستوى العالم، في حين تواجه الدول النامية تحديات إضافية نظراً لمحدودية مواردها. وفي المقابل يساهم الإنتاج غير المستدام للأغذية وتعبئتها واستهلاكها في تفاقم أزمة المناخ. وجاء وقف روسيا العمل بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ليفاقم الوضع وفق الأمين العام للأمم المتحدة، وحث المسؤول الدولي موسكو على عكس مسارها، محذراً من أن الفئات الأكثر ضعفاً تدفع الثمن الأكبر. أما في الحلول فتقترح الأمم المتحدة 3 مسارات: الاستثمار في النظم الغذائية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الشركات والحكومات، وتخفيف الأثر الضار لتغير المناخ على إنتاج الغذاء.